لو سألت أي مشجع أهلاوي ما رأيك في موسيماني؟ الإجابة لن تكون واحدة في كل الأحوال، فالبعض سيؤكد أنه المدرب الأفضل في تاريخ الأهلي بعدما حقق إنجازات اقترب بها من الأسطورة البرتغالي مانويل جوزي. في المقابل يرى البعض الآخر أن المدرب الجنوب أفريقي محظوظ بتواجده في الأهلي، وأن تلك الإنجازات جاءت بسبب قوة اللاعبين المتواجدين داخل صفوف الفريق وتوفير الدعم الكامل من الإدارة لصالح الفريق، سواء لاعبين أو جهاز فني. موسيماني الذي جاء مصر في سبتمبر 2020 لقيادة الأهلي خلفاً للسويسري ريني فايلر بات لغزاً، فشل الجميع في فك طلاسمه. ففي الوقت الذي تشعر فيه أن أمامك المدير الفني الأفضل في الكرة الإفريقية، سرعان ما يتحول هذا الشعور إلى النقيض تماماً، وتجد نفسك عاجزاً عن تفسير ما يحدث في أرض الملعب أو اكتشاف ما يفكر فيه موسيماني. حبة فوق وحبة تحت، مطلع أغنية للفنان أحمد عدوية تلخص حال موسيماني مع النادي الأهلي. ففي الوقت الذي يفوز فيه المدير الفني ببطولتي إفريقيا، يخسر مسابقة الدوري، وبينما يتوقع الجميع فشله في كأس العالم للأندية، تجده يعود محملاً بالبرونز. وعندما ترى نسخة أوروبية رائعة من المارد الأحمر تدهس الخصوم لعباً ونتيجة، فلن تتفاجأ عندما ترى عكس ذلك كله في المباراة التالية. أرقام موسيماني مع النادي الأهلي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنك أمام مدرب ناجح على الأقل على مستوى النتائج، لكن الجماهير دائماً ما تبحث عن حلاوة الأداء واستمراره مع الفوز. فهل ينجح الجنوب أفريقي في تحقيق طلبات الجماهير؟ أم سيظل تباين الأداء بين مباراة وأخرى أمراً ملازماً للمدير الفني في رحلته مع الأهلي؟